بعد يوم فقط من الرد القوي للجزائر ضد جامعة الدول العربية، والتي أكدت فيها الجزائر رفضها القاطع للتدخل في شؤونها الداخلية، وهذا بعد محاولة هذه الهيئة عقد اجتماع طارئ في محاولة للضغط على الجزائر ودفعها للتراجع عن قرارها الأخير. وها هي اليوم كل من السعودية ومصر والإمارات تجرأوا من جديد، وقد أعلنوا في خطاب مشترك عن رفضهم التام للخطوة المتخذة من الدولة الجزائرية، وهذا بحجة تقسيم الوحدة العربية. وطالبت هذه الدول رسميا خاصة السعودية الوساطة من الجزائر لحل هذا الخلاف، حيث ردت الجزائر وبقوة للمرة الثانية اليوم على هذه الدعوات بقولها أن الرئيس عبد المجيد تبون قال أن الجزائر لن تقبل أي وساطة مهما كانت فيما يتعلق بمراجعة قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، وأن الجزائر قوة إقليمية وعسكرية، ولا أحد يستطيع أن يملي على الجزائر ما يجب أن تقوم به، وأن الجزائر عصية، وباعتبارها السيدة في قراراتها فإنها لن تتسامح ولن تقبل بالواسطة أو محاولات حلحلة الأزمة لن تكون إلا بشروط جزائرية، وأبرزها وقف السلوك العدائي وملف الصحراء الغربية. كما تدعو الجزائر البلدين بصفتهما عضوين في منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية إلى ضرورة الاحترام الصارم للمبادئ المسيرة للعلاقات بين الدول، لا سيما مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لباقي الدول، وحماية التمثيليات الدبلوماسية في كل مكان وتحت أي ظرف. وبهذا تكون الجزائر قد ردت وبقوة على هذه الدول التي تحاول دائما التدخل في شؤون الغير، ناسين تماما قوة ومبدأ الدولة الجزائرية التي لا تتراجع أبدا عن موقفها مهما كان الأمر. وليتذكر نظام المخزن لاحقا أنه ارتكب خطأ استراتيجيا جسيما بحق الدولة الجارة، تماما كما حصل في التسعينيات وما ترتب عن ذلك من تداعيات، وأن المخزن اليوم لا يمكنه التراجع بعد أن اختار القصر الملكي صاحب القرار الوحيد في هذا الشأن تطبيع علاقاته مع الدولة العبرية، ووقع في فخ الكيان الصهيوني الذي يعمل على مشرقة المنطقة المغاربية على الرغم من الرفض الجزائري.